طبعا ساكم الله بالخير ويعطيكم العافيه اليوم بنتكلم عن عمله فلوكي اينو برمز فلوكي بسعر 0.3 اصفار 12 12 فالعمله فأ بنقول شيء بسيط وايضا ماركت كاب مليار و100 مليون برانك 56 مئة يومي 169 مليون طبعا ارتفاع الفوليوم بنسبه 30% طبعا اللي تابعنا اول مره مرحبا بك هذه قناتنا في التليجرام قناتنا مهتمه بالاخبار وتحليل العملات ونحط صفقات ايضا وعندنا خدمه اداره الحساب يعني عندنا واحد من الشباب ربحان 25000 دولار في خدمه اداره الحساب في الفيوتشر هني يعني عندنا ايضا في السبوت 10000 دولار في خدمه اداره الحساب في السبوت طبعا بخلاف ذلك عندنا قناه الاكتتاب والعملات الاستثماريه طبعا اللي حابب انه يستفسر عن هذه الخدمات يا مرحبا بك رابط التواصل اسفل الفيديو المهم لو نشوف هذا تشارت عملتنا في عمله اللي هي فلوكي وكنا حاطين صفقه فيما مضى خلال الفتره اللي فاتت لو نشوف الصفقه شو صار فيها العمله هني شوف كم ارتفع تقريبا بعد ما حطينا الصفقة من بعد ما حطينا الصفقة العملة ارتفعت تقريبا قرابة الأربعين بالمئة ما شاء الله يستهلون اللي دخلوا ربح أربعين بالمئة شيء طيب على وضع السوق الحالي جدا ممتاز بعد ذلك صار هبوط خسرت العملة دعم جدا قوي جدا كبير الدعم هذا اللي هو على سعر تقريبا صفر فاصلة أصفار سبعة عشر بعد خسارة الدعم خسرت الترن لاين الصاعد نقدر نقول ف... بعد ذلك صار هبوط عنيف جدا في البيتكوين في الاسواق بشكل عام ونزلت العمله لدعم جدا 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 قوي اللي هو على سعر تقريبا 0.3 اصفار واحد انا بالنسبه لي لو العمله خسرت هذا السعر وغلقت ادناه غلق يومي لكننا شفنا هبوط ماراثوني في العمله يعني انا بالنسبه لي لو العمله سكرت تحت هذا السعر ممكن كنا شفنا العمله في سعر بنقول تقريبا من 0.4 اصفار 5 لغايه 0.4 اصفار بنقول سبعة تقريبا ممكن نشوف العملة في هذه الأسعار أنتم متخيلين يعني لو العملة خسرت هذا السعر صار فصل أصفر واحد كانت نزلت لي صار أربعة أصفر خمسة إلى ستة إلى سبعة عفوا فممكن كنا نشوف العملة في هذه الأسعار يعني شبه نزول قوي جدا لأن حاليا هي بشكل نموذج صاعد يعني نموذج على الفريم الكبير تقريبا تقريبا نموذج الدبل بوتوم يعني نقدر نقول هذا قاع أول ثاني بس شوي معتوي بس على نموذج الفريم الأسبوعي يكون أوضح نفس بي بي نفس الجماعه يعني حتى تقدر تقول كتفين وراس مقلوبين بعد بس مش واضح دوم من الاشكال ما تكون واضحه اساسا في العملات الرقميه الشكل يكون باهت حلوين حلوين. ف... للدخول الدخول جيد؟ انا بالنسبه لي الدخول جيد الان بحيث ان اول شيء ما ن... ما نسكر شمعه اليوم تحت هذا السعر اللي هو تقريبا 0.301 واحد هذا اول شيء لو سكرنا تحت هذا السعر بالنسبه لي بيبدا هبوط شرس ممكن نقدر نعزز في كل قاع يعني حتى نقدر نعزز لغايه صفر فاصله اربعة اصفار ستة تقريبا بيكون خسرة هذا الرقم راح يصير هبوط قوي بتحاول العملة ترتد بعد ذلك في الترند لاين انا يعني بالنسبة لي الخطر كله اذا العملة خسرت الترند لاين ليش لان العملة تقريبا من سنة 2022 العملة عطتنا قاع تاريخي بسعر اللي هو صفر خمسة اصفار خمسة تقريبا بعد ذلك بدات تمشي بترند صاعد نقدر نقول على مدى السنوات فانا بالنسبه لي اذا خسرت الترند هذا هني راح يكون هبوط ماراثوني او هبوط خطير جدا بحيث انه ممكن تنزل اكثر عن القاع اللي فات ايوه لان هذا الهبوط راح يكون هبوط شنيع هبوط مش طبيعي فانا هذه نظرتي في عمله فلوكين وطبعا الدخول مثل ما قلنا جيد الان نستهدف بعد ذلك اول شيء بيكون متوسط الاو 200 على فريم اليوم على سعر 0.3 اصفار 15 تقريبا 5 بعدين ممكن نستهدف اللي هو الترند لاين زائد المقاومه اللي على السعر تقريبا 0.3 اصفار 17 فبعد ذلك ممكن نتوجه لسعر 0.3 اصفار 27 2 بعد ذلك المقاومه الاعنت تقريبا 0.3 اصفار 3 اذا اغلقنا فوق الترند لاين هني تقريبا بنقول صفر فاصلة اصفار خمسة اغلاق اغلاق وعدت اختبار في هذه المستويات انا بالنسبة لي العملة راح تعطينا انفجار تاريخي وقمة تاريخية جديدة بإذن الله هذه نظرتي لعملة اللي هي فلوكين وخلينا نشوف العملة على شارت الاربع ساعات الاربع ساعات مثالي اشوف انا الوضع اوكي 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 يعني ما في نموذج معين ما في شكل يعني حين وقف على دعم جدا قوي على المستوى يعني شوفوا حتى الدعم هني واضح شوفوا الدعم هنا واضح ان العملة المحترمة الدعم اللي هني شوفوا كيف وقف على الدعم يعني لو خسرنا هذا الدعم بنزل للدعم اللي هني اللي هو تقريبا على السعر صفر فاصلة اصفار واحد واحد ايه ف... اللي واحد, واحد يعتبر قوي صفار واحد, واحد بس الاقوى والاهم اللي هو الصفر اصفار واحد انا بالنسبة لي هذا اللي لا يتم خسر خسارته فخلينا نرجع لشارت اليوم ونشوف المتوسط الاسي او نقدر نقول اللي هو الار اس اي الار اس اي لو نشوف الار اس اي شوفوني اول شيء نحتاج ان الار اس اي ثواني خلينا نكبر اوكي نحتاج ان الار اس اي ايضا يخترق اللي هو الترند لاين هني يخترق يعد اختبار ينطلق هذا واحد اثنين نحتاج تقاطع في هذه المنطقه يعني لو نشوف ونكبر نحتاج ان البنفسجي يخترق الاصفر ويغلق اعلاه يعني شوف هني هنا نفس الكلام كانت العملة تهبط صعد فوقها سوى لي عدت اختبار انطلق البنفسجي نحن نهتم بالبنفسجي الأصفر نقدر نقول هو المقاومة هو المقاومة اللي للبنفسجي اللي يخليه ما يصعد اللي يحكره فأنا هذه نظرتي لعملة اللي هي آه لوكينو كذي نكون خلصنا اللي حابب انه يستفسر عن خدمة إدارة الحساب أو أي شيء آخر حاضرين رابط تواصل أو روابط كل شيء أسفل الفيديو يعطيكم العافية موفقين خير